موجز لأهم وآخر الأخبار من قناة الدنيا. السلام عليكم. أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعيين المستشار علي عوض محمد صالح مستشارا دستوريا لرئيس الجمهورية، كما أصدر منصور قرارا آخر بتعيين الدكتور مصطفى حجازي مستشارا سياسيا له. هذا فيما واصل عناصر جماعة الإخوان المسلمين محاولاتهم لبث الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر بعد عزل محمد مرسي، حيث اندلعت اليوم اشتباكات بين عناصر من الجماعة والأهالي في منطقتي الإشارة والصيادين بالزقازيق في محافظة الشرقية، وتسربت أنباء عن دعوات أطلقها قياديون بجماعة الإخوان لاستهداف الجيش المصري. وقالت مصادر إن مسلحين هاجموا أمس مطار العريش في سيناء، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجراح، كما تم الإعلان عن قيام ما أسموها بإمارة إسلامية في سيناء لمواجهة الجيش المصري. دعا الجيش المصري إلى الوحدة والمصالحة بعد عزل محمد مرسي، مشددا على رفض الانتقام من أجل تحقيق المصالحة الوطنية. وأكد الجيش المصري في بيان له على ضرورة تجنب اتخاذ أي إجراءات استثنائية أو تعسفية ضد أي فصيل أو تيار سياسي. وأضاف البيان أن القوات المسلحة تؤمن بأن طبيعة أخلاق الشعب المصري السامحة والقيم الإسلامية الخالدة لا ولن تسمح بأن ننساق إلى أي دعوة للشماتة أو الانتقام بين فرقاء الشعب الواحد وما يصاحب ذلك من اعتداءات منبوذة على أي مقرات حزبية أو ممتلكات عامة أو خاصة. كما أشار البيان إلى أن التظاهر السلمية وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع، مضيفا أن الإفراط في استخدام هذا الحق دون داع وما قد يصاحبه من مظاهر سلبية يمثل تهديدا للسلام المجتمعي ولمصالح الوطن ويؤثر سلبا على الأداء الأمني والاقتصادي لمصر. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري المستقيل محمد كامل عمرو لنظيره الأمريكي جون كيري في مكالمة هاتفية، أكد أن الإطاحة بمحمد مرسي لم تكن انقلابا عسكريا. وقال عمرو الذي ما زال قائما بأعمال وزير الخارجية إن الجانب الأمريكي شريك استراتيجي لمصر، مضيفا أتمنى أن يقرأ الأمريكيون الوضع بالطريقة الصحيحة، هذا ليس انقلابا عسكريا، كانت تلك فعلا إرادة الشعب، مؤكدا أنه لن تحدث أعمال انتقام ضد مرسي ولا جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها ولن يعامل أي أحد خارج إطار القانون. ألحقت وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة خسائر مباشرة في صفوف الإرهابيين وقضت على عدد منهم، بينما أصابت آخرين ودمرت تجمعاتهم وأدوات إجرامهم في حمص ودرعا وريف دمشق. أقال موفد الدنيا في حمص إن بواسل قواتنا استهدفوا تجمعات وأوكارا للإرهابيين في جورة الشياح بالقرب من مشفى الأمل ومجمع الوليد وفي القصور ووادي السايح وكرم شمشم والخالدية وباب هود والقرابيص، وتمكنوا من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين ودمروا آلياتهم وأدوات إجرامهم. كما أوقعت وحدات من جيشنا الباسل أعدادا من القتلى والمصابين بين صفوف الإرهابيين في خان العسل ومنخ والمنصورة وماير وحي الراشدين وبستان الباشا بحلب وريفها، ودمرت أسلحتهم وذخيرتهم وأدوات إجرامهم، إضافة إلى تدمير رشاشات ثقيلة كانوا يستخدمونها في أعمالهم إجرامية ضد المواطنين والأهالي. وفي ريف حلب الغربي لاحقت وحدات من جيشنا الباسل مجموعات إرهابية بقرية المنصورة وكفر حمرة والليرمون، وأردت أعدادا من أفرادها قتلى ومصابين، في حين قضت وحدة من جيشنا الباسل على إرهابيين كانوا يرتكبون أعمال قتل وسلب ونهب وقطع للطرقات على طريق عرب فطومة خان العسل وقرية أورم. أكد جينادي كاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أهمية عقد المؤتمر الدولي حول سوريا للتوصل إلى حل سياسي، مشيرا إلى أن قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والقرارات أحادية الجانب التي توجه الانتقادات للحكومة السورية دون المعارضة المسلحة تعرقل عقده، إضافة إلى بعض نقاط الاختلاف مع الجانب الأمريكي. وفي حديث لقناة روسيا اليوم قال كاتيلوف إن القرار الأخير الذي
اتخذه مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول سوريا لا يختلف كثيرا عن قرارات الدورات السابقة للمجلس، فكلها أحادية الجانب توجه النقد بانتهاكات حقوق الإنسان إلى الجانب السوري الحكومي، الأمر الذي لا يطابق الواقع. وأوضح جاتيلوف أن المجموعات المسلحة تنتهك حقوق الإنسان، وقد وثق عدد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وقائع كثيرة بهذا الصدد، وموقف روسيا متواصل وثابت ومبدئي، فحقوق الإنسان لا تقبل التجزئة وحمايتها تقع على عاتق الجميع. قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن ما يجري في سوريا ليس حربا أهلية، وإنما نضال ضد قوى تنتقل بشكل أو بآخر لخلق النزاعات الداخلية في الدول المختلفة. هذا فيما دعت الخارجية الروسية مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق في توريدات الأسلحة من ليبيا إلى سوريا. إلى ذلك أعلن ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، أعلن أن موسكو ستواصل العمل بشكل وثيق لتعجيل تنفيذ المبادرة الخاصة بعقد مؤتمر دولي بشأن سوريا، ورأى أن المهمة الرئيسية لهذا اليوم تكمن في توحيد صفوف المعارضة السورية على أساس بيان جنيف، مطالبا الشركاء الأمريكيين العمل على توحيد المعارضة السورية تمهيدا لعقد المؤتمر الدولي. أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب اللبناني ميشيل عون أن الحرب التي تشن ضد سوريا ليست في سبيل تحقيق الديمقراطية، لأن النظريات التي تتحكم بالإخوان المسلمين تعتبر أن الديمقراطية هي ضد الشريعة، ما يؤكد على أن الحكم لن يكون ديمقراطيا. وأضاف عون في حديث تلفزيوني إن هدف الإخوان الكبير هو أسلمة العالم، معتبرا أن الادعاءات التي تتهم النظام بالظلم وتطالبه بالديمقراطية الديمقراطية هي غير صحيحة، ولذلك كانت سوريا هي الجدار المنيع ضد وصول الأصولية. ولفت عون إلى أن ما حدث في مصر سيساعد على زيادة قوة الدفاع في سوريا ضد هذه الأصولية، مشددا على أن الحوار بين السوريين هو أفضل الحلول لإنهاء الأزمة. دمرت الشرطة العراقية 4 أوكار لتنظيم القاعدة الإرهابي، وقضت على 31 إرهابيا، وألقت القبض على 18 آخرين في محافظتي نينوى وكركوك. وقالت مصادر أمنية عراقية إن قوات الشرطة الاتحادية نفذت عمليات استباقية ضد تجمعات لإرهابيي تنظيم القاعدة في عدة قرى، ودمرت 4 أوكار لهم ومعملا لتفخيخ السيارات ومستودعا لخزن النفط المسروق والمعدي للتهريب. وأشارت المصادر إلى أن من بين المعتقلين ما يسمى المسؤول الأمني لولاية الجزيرة في دولة العراق الإسلامية، وما يسمى القائد العسكري لمنطقة 17 تموز في الموصل. وأضافت أنه تم خلال العملية تدمير 9 عربات ذات دفع رباعي وكميات كبيرة من العتاد والأسلحة والعبوات الناسفة واللاصقة. إلى ذلك قتل 5 عراقيين وأصيب نحو 30 آخرين اليوم في هجومين إرهابيين، أحدهما بسيارة مفخخة. وقال ضابط في الشرطة إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة قرب جامع الرزاق وسط سامراء، مشيرا إلى أن الانتحاري كان يرتدي ملابس عسكرية. وفي الكوت جنوب بغداد استهدفت عبوة ناسفة دورية مشتركة للجيش والشرطة في ساحة العامل وسط الكوت، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد كبير من الجرحى، وصفت إصابات بعضهم بالخطيرة. دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش كيان الاحتلال الصهيوني لوقف الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية بشكل كلي، لأنها تخلق عقبات كبيرة أمام عملية السلام في المنطقة. وقال لوكاشيفيتش إن مسألة الأنشطة الاستيطانية بشكل خاص تثير القلق لدى موسكو، مضيفا أن وضع عملية السلام في الشرق الأوسط على المسار الفلسطيني لا يزال في مأزق خطير. وشدد لوكاشيفيتش على أن التأثيرات السلبية على وضع عملية السلام في المنطقة ناتجة عن الممارسات الإسرائيلية في تطبيق إجراءات أحادية الجانب، مثل تدمير منازل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم.
في خبرنا الأخير، اعتبر الرئيس البوليفي إيفو موراليس أن الاعتذارات المقدمة من البلدان الأوروبية التي رفضت فتح مجالها الجوي أمامه الثلاثاء الماضي غير كافية. وقال موراليس إن الاعتذارات المقدمة من جانب بلدان لم تسمح لنا بالتحليق فوق أراضيها غير كافية، مشددا على أن ما حصل في الأيام الأخيرة ليس من قبيل الصدفة وليس غلطة، حيث إن بعض البلدان التي اعتذرت تتحدث عن خطأ لكن الأمر ليس غلطة. وجدد موراليس التأكيد على أنه لم يكن يفكر بتاتا في إخراج إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية من روسيا. وفي الشأن نفسه، أعلن الرئيس البوليفي أنه يعتزم إقفال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في لاباز في حال تطلب الأمر ذلك، بعد أن ندد بالضغط الذي مارسته واشنطن على الدول التي منعت بشكل مؤقت تحليق طائرته فوق أراضيها. ختام الموجز بأمان الله.